جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الميت ثلاثة، فيرجع اثنان ويبقى معه واحد، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. ومعنى هذا الحديث العظيم أن ابن آدم في هذه الدنيا لا بد له من أهل يعاشرهم ومال يعيش فيه، هذه سنة الحياة، فهذان صاحبان يفارقانه ويفارقهما. ولهذا قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقال تعالى عن الأعراب: شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا. فإذا مات ابن آدم وانتقل من هذه الدار لم ينتفع من أهله وماله بشيء إلا ما قدمه بين يديه وبما ثبت به في الشرع. قال جل وعلا: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال تعالى: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، أي المال والأهل والرئاسة والجاه، تركتم ما وراء ظهوركم وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فأما الصاحب الأول فهو الأهل، فأهله لا ينفعه منهم بعده بشيء إلا من استغفر ودعا له. وقد لا يفعل، وقد يكون الأجنبي أنفع للميت من أهله، كما قال بعض الصالحين: أهلك يقتسمون ميراثك وهو قد تفرد بحزنك وفراقك يدعو لك وأنت بين أدباق الثرى. بل من الأهل من هو عدو لك يا عبد الله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وأما الصاحب الثاني وهو المال فلا يبقى، فيرجع عن صاحبه أولا ولا يبقى معه أبدا. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك من مالك يا ابن آدم إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت.
وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس. وجاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا وماله أحب إليه. قال صلى الله عليه وسلم: فإن ماله ما قدم، ومال وارثه ما أخر. فإذا مات الإنسان لم ينتفع من ماله إلا ما قدمه بين يديه وبما تصدق بعده أهله له. ولهذا قيل لأبي حازم الزاهد الورع: ما بالنا نكره الموت؟ قال: لتعظيمك الدنيا جعلت مالك بين عينيك، فأنت تكره فراقه، ولو قدمته لآخرتك لأحببت اللحوق به. قال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ولهذا كان ابن عمر إذا أعجبه شيء من ماله قدمه وأنفقه في سبيل الله، حتى كان يوما راكبا على راحلة له فأعجبته فنزل عنها في الحال وقلدها وجعلها في سبيل الله. وأما الصاحب الثالث فهو العمل، يدخل مع صاحبه في قبره ويكون معه فيه، ويكون معه إذا بعث، ويكون معه في مواقف القيامة وعلى الصراط وعند الميزان، وبه تقسم المنازل في الجنة والنار. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. وقال تعالى: من كفر فعليه كفره، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. فالعمل الصالح يكون مهادا لصاحبه في قبره، بل كل عامل يفترش بعمله ويتوسده من خير أو شر. ولهذا قال بعض الصالحين: فالعاقل من عمر بيته الذي تطول إقامته فيه، ولو عمره ببيته الذي يخترب قريب خراب بيته الذي ينتقل عنه قريبا، لم يكن مغبونا بل كان رابحا. ولهذا قال بعض السلف: اعمل للدنيا على قدر مكثك فيها، واعمل للآخرة على قدر مكثك فيها. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، إنه هو الغفور الرحيم.